وللحديث عن القمة المرتقبة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي السوري صالح فاضل. سيد صالح، مرحبا بكم. بداية، كيف ترى القمة المقبلة حول سوريا التي ستقام في إسطنبول، لا سيما أنها تجمع يعني عدد من الدول الأوروبية الكبرى مع تركيا؟ عن أي شيء ممكن أن تتمخض أو تتمخض هذه القمة؟ حقيقة الأمر يعني ما يصدر أحيانا على ما يطفو على السطح لا يطفو إلا القضايا الإجرائية وبعض الأنشطة، أما القضايا الاستراتيجية الكبرى فإنها تبقى وراء الكواليس. ما أعرفه وما وردني من معلومات دقيقة ومن الدائرة الضيقة للنظام السوري أن زيارة رئيس جمهورية القرم، وإن كان ليس خروج الموضوع في هذا الإطار، إلى سوريا كانت لترتيبات هجرة أو بشار الأسد وأركان نظامه شاليش وماليش وغيرهم إلى جزيرة القرم، حيث ستكون مقر إقامتهم وتحويل جزيرة القرم إلى دبي جديدة، لأن الأموال المسروقة من الدولة السورية بالمليارات عبر تاريخ هذه العائلات القذرة. وبالتالي فإن هذا الاجتماع الموجود في إسطنبول سيبحث قضايا استراتيجية مهمة، منها كيفية الخلاص من بشار الأسد، هل عبر انتخابات مثلا وهذا لا نرجحه، أو عبر إخراجه بأطر قانونية بطريقة علي عبد الله صالح، أو بأطر أخرى ربما الاغتيال وغير ذلك لا ندري. وأيضا موضوع التدخل الإيراني في سوريا وكيفية إخراجه، لأن هناك ضغوط شعبية من الرأي العام العالمي الأوروبي والأمريكي، وأيضا هناك رأي إسرائيلي أيضا بإخراج الإيرانيين من سوريا، لأن الإسرائيليين موضوع الفوبيا الأمنية موجودة عندهم، رغم الخدمات الكبرى التي قدمتها إيران وحزب الله لإسرائيل، إلا أنهم لا يريدون أي كيانات قوية على الأرض السورية أو مجاورة لحدود إسرائيل. طيب سيد صالح، إذا كانت القمة ستبحث قضايا استراتيجية كما وصفتها أنتم، ألا تلاحظ ويلفت نظركم غياب إيران وروسيا عن هذه القمة؟ نعم الحقيقة، لأن هذا الغياب لأن الروس مصرون على بقاء بشار الأسد عبر علاقات مع بعض المؤسسات المحسوبة على المعارضة السورية، وتعرف اللقاءات الأخيرة التي حصلت بين الروس وهيئات التفاوض وعلاقتها باللجنة الدستورية وغيرها، الروس يغردون خارج السرب الدولي. يبدو الآن أن روسيا سيضغط عليها من قبل هذا المؤتمر ومن قبل أمريكا أيضا، لأجل أن تنحو منحى آخر وتتخلى عن بشار الأسد، لقاء نقل مليارات الدولارات المتواجدة للنظام السوري وحاشيته العفنة إلى جزيرة القرم. وبدأوا بجماعة شاليش تأسيس مصانع للسيارات في القرم وبنايات، وحتى ابن بشار الأسد قضى الصيف الماضي في جزيرة القرم ليتعود على مناخات والبيئة الخاصة في جزيرة القرم. لذلك الروس ربما غير راضين عن المخرجات التي يعرفونها مسبقا، وسيعارض الروس قضايا لأنه يطلبون إعمار سوريا، بينما تجد أن الألمان والفرنسيين على سبيل المثال وأيضا الأتراك الموجودون في المؤتمر يعارضون أي عملية إعمار لسوريا قبل إسقاط بشار الأسد ورحيله. سيد صالح، تعتقد أن مخرجات هذه القمة ربما ستساعد على حل الوضع في سوريا، ولكن لديكم أنتم تجارب سابقة كأستانا وجنيف وسوتشي، هل تعتقد أن هذه القمة ستساعد على يعني تثبيت مخرجات حقيقية للأزمة السورية؟ بكل الأحوال الآن الحل السياسي السوري بطريقة تدريجية بدأ، وخاصة بعد الاتفاق الروسي التركي في إدلب، لكن هناك كثير من المخرجات السياسية كما قلنا لا تطفو على السطح، لكن الذي الآن تسرب هو الحل قادم وبدون بشار الأسد، وسيرحل إلى جزيرة القرم، مع أن هذا الحل لا يرضينا. نحن نريد محاكمة هذا المجرم على كل جرائمه. من إسطنبول الباحث السياسي السوري صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم.